أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال إتي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إتي أبسنا يوم الخندق عن الصلاة رانا أكياك الخندق لزوت الخندق كنا سك الشغل بأسامو أي صلى أزهر بنا أسر مغرب عيشة حتى كان بعد المغرب هويا من الليل حتى قفينا سيدة بايم مغربا سيدة دريفار شبواتكم سك سامو داما وذلك قول الله سبحانه وتعالى وقف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اتي وقف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا كما زعم الله كرا بلال سيتي مسمي فامره سي امرتشي فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها اتي بلال كتاد اقامه صلاتي الظهر لوكاشن باي مغربا فايش اشزا اشجا اشا اتي سي اكا تاد اقامه اكا يصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها منذ الله يصلى الظهر كما يد يكي صلى الوقت ثم أقام العصر سألنا قتال إقامة نصلى العصر فصلىها كذلك يصلى العصر كما يد يصاب يأكل الوقت ثم أقام المغرب فصلىها كذلك سألنا قتال إقامة صلى المغرب أكسل المغرب كما يد أكساب يأكل الوقت ثم أقام العشاء فصلىها أيضا كذلك صلى نوكي نرنا أكثر هدو أزهر لأسر مغربة إشاء أجيري ممنزع الله ناجتي قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو رهبانا معنى وغنى لوكا تنبع سوكد صلاة الخوف با دا شيزا دا إتزاسي أما تند با سوكر وبا أمرتس سيبا دولي يا زاي أن شغل دايكي أن شغل تو مسألة تاي نويكي تاي كرفيكي أك صلى أزهر تذو توتي لأسد مغرب إشاء أك ظلوك تي أك تار إقامة أك يدو قوة تي سي أن تار متر إقامة قلت ما نيتي وروي عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال عبد الله يتي عبد الله يتي إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. مشركين سو شغلت منذ الله أكبر صلوا لي غدا هدو أزهر العصر مغرب إشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله. هل أقسم ينكي ندر ياوت فأمر بلالا فأذن وأن الرواية فأمر بلالا فأذن سيتي بلال كيرا صلى ثم أقام سألنا يكيرا صلى يتاد إقامة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال أبو إسحاق ليس بإسناده بأس إلا أن عبيدة لم يسمع عن أبيه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من خيبر أسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرسى لما نزل الله سكت داود قال صلى ياكن خيبر سيد أكيد شادري أنا كبيا أتكندري حتى إذا كان من آخر الليل أرسى أرسل أكى كرشندري الرسا التاريس يعني أسوكا أشكن دري سوكا نا إند زاي ونا بأوتشي با أسوكا أزونا دين دين دبا وقال لبلال سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يفرم بلال إكلأ لنا الصبح
kafin sai manzo Allah ce to Bilal an gaji kowa ya gaji ko kai sallan aka to sai manzo Allah ce ya Bilal kai mana dakon alfijir bana kowa zai kwanta ya bacci Bilal zai zo na yana jira alfijir wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu manzo Allah da sahabansa suka yi bacci wa kala Bilal ma kuddira lahu Bilal yana dakon alfijir gurgudun abinda Allah ya hore masa ba zai iya karfin hali har karshen dare ba ai thumma starada ila rahilatihi wa huwa muqabilun alfajr ya shingina kan abar hawa sai yana kallon alfajr inda alfajr ke zai in ya fito zai gane fa ghalabatu aynahu sai bacci ya kama shi fa lam yastaqid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala bilal wala ahad min ar-rakb da manzon Allah da Bilal da sauransa wayannan sojojin duk ba wanda ya farka hatta darabatuhum ash-shams sai da gari ya waye har rana ta fito fa faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya tashi da wuri sai ce ya Bilal fa qala Bilal da manzon Allah ce ya Bilal to Bilal ya san akwai magana kenan kai aka ba amana wannan ka kula da shi to ya akai aka makara sai mazamazai kawo zubi ya ce ya rasulullah akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsika man allazi akhadha bi nafsi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah huwa allazi akhadha bi nafsi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu fa ba'thu rawahilum sai ce to a dan je gaba kadan nan in an riga an zauna nan shedan ya zo to a je gaba kadan ai sallah fa qtadu shay'an thumma mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal fa qama salata wa salla lahum as-subha sai manzo Allah ya salme musu sallar asuba kuma qala hina qada salata da aka idan da sallar asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan an kafa hukunci kenan duk wanda ya manta sallah fal yusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta sallah lokacin da ka tuna din nan lokacin ta kenan in kai bacci ko mantuwa da lokacin daga lokacin da ka farka daga bacci ko lokacin da ka tuna da sallar wannan lokacin ta kenan sai ka yi ta haka baka da laifi an fahimta saboda da bacci da mantuwa da abin da aka tilasta mutum Allah ya inna la tajawaza an ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alai alaysa kadhalik fa inna Allah yaqulu wa aqimis salata li dhikri mana in ka manta sallar azhar baka yi ba sai da aka zo ana sallar asuba ko lishafu sai ka tuna bayan ai an gama sai ka tuna wannan lokacin azhar ka kenan sai ka tashi kai sallar azhar a cikin dare kenan ko sai an bari har gobe zuwa azhar me yasa ba za a bar shi har zuwa gobe lokacin azhar ba قلت هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهري وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا ورواه أبان العطار عن معمر مسندا وقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى أقول تالي أنا أكي كيرا صلى أكتا بإقامة سأكي صلى قال واخبرنا بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ان قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره بمعنى ما رواه مالك وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا ولم يذكر الأذان وتكن ونم رواية بأم بتكر الصلاة وسيري تانا إكاما كوي ورواه أبو حازم عن أبي هريرة وقال ثم دعا بالماء فتوضأ سألنا سيما زو الله جاء كاوروا عقا سيما زو الله يعد ولا ثم صلى سجدتين سألنا يركع قد أبي ركعة بالنجين فجر ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة سألنا كتاد إكامة في أكي صلى عصبا قال الخطابي قوله عرس التعريس النزول لغير إقامة
التعريس النزول لغير إقامة سو كان أكي أما كان جمباوي سمع أكي نبوك أكي لكن أبوك أتسعى كام حين وقوله فزع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انتبه مزو الله يفرق هذا كبتي يقال أفزعت الرجل من نومه ففزع أي أنبهته فانتبه قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إمران ابن ميسرة قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال إتي إذا قبل ابن أبي قتادة da gabu katada al ansari ko yace sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa qala ba'dul qaumi law arrasa bina ya rasul allah katafiya manzo allah shi suka ce manzo allah ina ma da mun sauka qala akhafu an tanamu anis sala ina tsoron kada ku yi bacci a makara ba ai sallah ba ana ji ko za a ga sababin da yasa bilal shi ma ya bacci فقال بلال انا اوقظك مي فدا زن تارك بيجي مي با قال انا اوقظكم فابتجؤوا بيجي زن تاشيكو daga bacci sai kowa ya kwanta wa asnada bilal zahrahu ila rahilatihi فغلبت عيناه فنام كما سي بچي دوكي سي سي بچي فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس منذ الله سي فركا جي غا رانا تا فتو فقال سي منزا مغا تمبين منذ الله يمشي سي منذ الله تي يا بلال اين ما قلت يا بلال اين ما قلت كو مي كينان أين ما قلت قال سيتي ما ألقيت علي نومة مثلها قد تندنك بان تبجن نوم بجيبا كما وانا أم فهمت قال سيتي إن سيما زال الله إن الله قبض أرواحكم إن شاء وردها عليكم إن شاء الله نيكر برايكم كلوكة تندي قداما كميدا ورسو يما يدام كلوكة تندي شاء قداما يا بلال يا كي بلال قم فأذل للناس بالصلاة كتاش كيما متعلق كتادا كي كرا صلى أي صلى فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى هذا حديث صحيح كم مسألة لكينا يتج بلال يتزاد تاشي بيتي إن شاء الله با ومن زال الله بيتي مش كتي إن شاء الله ميهانا إيه za iya gaggano yin su abubuwa eh tarbiya akai musu ai haka ne dan ne ce ni zan tashe bi ce insha Allah ba kuma manzo Allah bai ce mishi don me baka ce ka ce insha Allah ya kyale shi me yasa eh Allah yayi dan a samu wani hukunci shi yasa da manzara yace ya bilal ina labari imana da kace ai da kamata yace insha Allah eh abinda ake rafi Allah hadithun sahihu qala akhbarana umar ibn abdul aziz al fashani قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه ما زال الله ينتفيا
فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان yace kalli sai nace ga wannan mutane biyu suna zuwa ga wannan mutane uku suna zuwa hatta sirna sab'a har sai da suka zama mutum bakwai faqala ihfazu alaina salatana yani salatul fajr jita ku kiyaye muna lokacin sallar asuba salatul fajr kenan fadrib ala azanihim fama aiqadhum illa harru shams sai dau bacci ya dauke su akai bacci ba a farka ba sai zafin rana ya tashi su faqamu fasaru hunayatan kuma nazalu fatawaddu da suka tashi shi suka yi dan tafiya kadan suka je gaba kadan ba za a yi a wajen ba shedan yarin jaye su ana sai suka yi alwala wa azana bilalun fasallu rak'atay alfajri kuma sallu alfajra wa rakibu suka yi sallar rak'atay alfajri sannan suka yi sallar asuba sannan kuwa ya abar hausa suka kama hanya fa qala ba'duhum li ba'din qad farratna fi salatina sai ni ce ai mun sakaci a cikin sallar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahu la tafrita fi an-nawmi ai babu sakaci a cikin bacci innamat tafritu fi al-yaqza sakaci mutun idan shi biyu yana sane yayi sakaci fa idza saha ahadukum an salatin in ayan ku ya manta da sallah falyusalliha hina yadhkuruha ya sallaci wannan sallah lokacin da ya tunata wa min al-ghadi lil-waqti wa min al-ghadi lil-waqti wai me kenan wa min al-ghadi al-waqt falyusalliha hina dhakaraha ya sallace ta lokacin da ya tuna ana sallar isha bayan sallar isha sai ya tuna bai azhar ba sai me to wa min al-ghadi lil-waqt wai me kenan gobe kuma yayi in aka ce yanzu gobe kuma ya sake ramawa kan a lokaci an ci yayi sallah biyu ke an dora ba ma shakka ba an dora masa abin da shari'a ba ta dora masa sallah daya aka ce kai ba biyu ba ai zance kiyaye lokaci babu shi anan mantuwa aka ce mantuwa ko bacci ko mantuwa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an shayban ibn farruha an sulayman ibn al-mughira an sabit qawluhu ma la yati wa min al-ghadi lil-waqt qala al-khattabi لا اعلم احدا من الفقهاء قال بها وجوبا لا اعلم احدا من العلماء قال بها وجوبا باب وان مالمي ده يتبا cewa gobe yi din nan ko wajibi ne akan sai mana yayi sallah biyu an fahimta wa yashbi an yakuna al-amr biha istihbaban li yahuza fadilata al-waqt fi al-qada'i yace me yi wannan abin kamar istihbabi ne aka ce mustahabbi ne yayi ta akan lokaci don ya samu ladan lokaci ma'ana lokacin da ya sallar azhar bayan sallar isha sallar ya samu ya yi sallar amma bai samu ladan lokaci ba to sai gobe kuma lokacin ya zo sai sake yin sallar bai samu ladan lokaci wannan duk ta'wilati ne ko wallahu a'lam qultu ma la yace ya tamilu an yakuna ma'ana qawlihi wa min al-ghadi lil-waqti ay li yusalli salata al-ghadi fi waqtiha gobe ya salla akan lokaci ma'anahu anna ma ba'da al-waqti inda an-nawmi waqtu li hadhihi salata duna salati al-ghadi fal yusalli salata al-ghadi fi waqtiha al-mashru' in lokacin da ka tuna kai sallah ko lokaci ne lokacin sa kenan amma gobe in lokaci kai kai sallah lokaci akan lokaci ina mana kada ka kuma sakaci je gobe kuma sai da lisha za ka yi azhar ki an fahimta wa qawluhu fadriba ala azanihim kalimatun fasihatun min kalam al-arab ma'anahu annahu hujiba as-sawtu wal hissu an yadkhula azanuhum wa yattabi'u duriba ala azanihim aka toshe kunna yasu ba sa jin magana ba sa jin karan komai balle su farka ومن قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قلت ما لن يتي الأذان
والإقامة مشروعان للفرائض الخمس كيران صلى ركعه إقامة مشروع شرع داتي أي صلولي بدابير أزهر لأسر مغرب إشاء عصبا إذا أديت في أوقاتها إذا أيسو أكل لوكا تنسو والأذان من شعار دين الإسلام كيران صلى يناتيكين على مومن الدين المسلم فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه da mutanen unguwa ko gari guda za su hadu akan rashin yin kira sallah to limamin musulmai sai je ya yake su limaru ya Anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yace me yasa haka sai ce ai Anas ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza gaza qauman manzo Allah yaje zai yaki mutane lam yakun yughayyiru alaihim hatta yusbiha wa yanzura imma zo Allah yaji ba zai ji ya afkan musu da yaki ba sai ya bari gari ya waye asuba yaji za a yi kiran sallah idan an ji kiran sallah ko ina ne to an san musulmai ne ba za a yake su ba haka ji shuru har rana ta fito ma'ana ba musulmai bane ba su yi kiran sallah ba sa sallah ke fa in sami'a adhanan kaffa anhu wa in lam yasma aghara alayhi ko فإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا فلا إعادة عليه عند كثر أهل العلم. يموت يا صلى باكرا صلى باتا إقامة كو متفيني كو جداني ما لم يسكت شي صلى ستاي. سبو دمي هكونش إقامة. إيه؟ إما إيبا صلى تاي سيدي أي كشكري كو. وقال عطاء أم جاهل في من نسي الإقامة إنه يعيد الصلاة. Mujahid da Ata suka ce wanda ya manta wanda bai tada ikama ba sai ya maimaita sallah in aka ce sai an maimaita sallah to sallah ba ta yi ba kenan sai dai maimaitawa in an kayyaje shi in aka ce zaka yi kaza to dole kenan kai amma aka ce zaka sake kaza aka kawo wani dan taliki kadan to ya nuna cewa ba dole ba ne أعاد في الوقت بحق يتي با إنما أنا أعاد في الوقت مدنى بيوتي فا إنما أنا أعاد في الوقت يراما إنت أتكي لوكت مانا إينا أتكي لوكت أما أن لوكت يوتي فا كرشيشي نتي وكل إعادة في الوقت فضيلة هل فهمت؟ وقال الأوزاعي من نسيهما فإن كان في الوقت أعاد وإلا فلا وإنما تهد سنو أقوى لوكا تي رائع ما يبيتا مبابو لوكا تي سنو كينا دو أتسنو كينا تن كن فرقو كينا قلت ما نيتي اختلف أهل العلم في الأذان الفائتة ما اتفاقهم على أنه يقيم لها كير سلو لنجس كوتي مكتو زائي مسكنا سلا أما دي تاد إكاما دي أنشي زائي فأظهر أقوال الشافعي مثلا إمام الشافعي أنه يقيم لها زاتا صلى توتي زا صلى زاتا إقامة وإذا فاتته صلوات وقضاهن على التوالي أقام لكل واحدة منها لحديث أبي سعيد الخدري صلوا لي ودابي أقول سكا وشي مبتون يزوزي تدسان لقوة صلى سياتا رمت إقامة ميسا يتي حديث أبي سعيد الخدري ينا حديث منكرن تاتي يزيزنا يوتي وقال قوم واسمع لما يقول سكت يؤذن للفائتة ويقيم صلى التوتي ما سيها متى كرا صلى صلى تعالى إقامة وبه قال أحمد وأصحاب الرأي لحديث أبي قتادة وإذا فاتت صلوات فقضاهن على التوالي أذن وأقام للأولى وأقام للأخريات إن صلوا لي بدأ أكون يقول سكت شيء كنا صلى تعالى ما صورن صلى دك شيء كتار مسلا إقامة أم فهمت؟ وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الفوائد تقضى مرتبة دليل نتي وصلوا لنسكوتي إن زا أرامس زا أجبت صلى تسني أكن ترتيب النسكي لا واختلف فيه أهل العلم وذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها ويسمع لما يسكتي إن دي قضائي نزا أي باسي أي ترتيب با. وهو قول الشافعي ما قال إمام الشافعي كمان وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب ويسمع لما يسكتي دولني أي ترتيب
وهو قول أصحاب الرأي دولني أجيرا تاسو الترتيب ما شيء أجيرا تاسو. وفي خبر أبي هريرة دليل على أن من فاتته صلاة من غير تفريط منه حديث أبو هريرة كمنا فلن إيرا نونة شوى دوان صلاة توتشي با غنغن شيئي با جاز تأخير قضائها يا هلت أنجن كرترا مصلى سبو دمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يختاروا أم موضع الفوت da aka tashi nan sai ce ba za a yi sallah nan ba a je cin ayi sallah me yasa ba a ce fauran ayi anan ba yace ya halatta ka dan jinkirta ka dan ba damuwa waqtalafu fi ma ana mufarakat zalika almakan malamai sun kari juna ilimi cikin ma'anan me yasa aka ce a bar wannan wajen da aka yi bacci da faman lam yujawwiz qada'a fa'idati bil waqti المنهي عن الصلاة فيه قال إنما فعل ذلك لير لترتفع الشمس. يجي آية أني هكني سبو درانا تكارك توا تبتا. فيخرج وقت الكراهية لو أنتي قبل هدوء رانا أهل. تو رانا تفودوها زاي صلى يجي أبين دي ساكي ما أكا جي آية. تو آية أكا هكا ما لمسون جي كل دو صلى نتكي نسببي za sallah ce ta manzo Allah ce fa waqtuha hina zakarha wannan duk ijtihadat ne ko waman yujawizu wa alayhi al-aktharuna qala ma'nahu annahu arada an yatahawwala 'ala al-makan alladhi asabathu fi hadhihi al-ghaflatu wa an-nisyan an fahimta wa qad rawa abanu al-attar abanu al-attar an ma'mar an az-zuhri fil hadith قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tahawwalu am makanikum alladhi asabatkum fihi hadhihi al-ghafla ku canza wajen da kuka je mana me ce shi dan yarin jaye kuma yace kuka samu rafkala asabatkum al-ghafla ko me ce ce ghafla eh eh abaci nau ghafla me ghafla rafkala kun ba za a ce musu sakaci ba tun da bacci shi eh wa fi riwayat ibn abi hazim wa fi riwayat abi hazim an abi huraira li ya'khudhu kullu wahidin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha manzilun hadarna fihi shaytanu riwaya muslim kiba an fahimta wa fi riwayat abi hazim a cikin riwayar abu hazim an abi huraira daga abu huraira manzo Allah li ya'khudh kullu wahidin bi ra's rahilatihi kuwa ya kama cikin motarsa a tafi kuwa ya kama abin nan din su dabbar sa a tafi fa inna hadha manzilun hadarna fihi shaytan ai wannan wajen shaytan ya zo ya rinta ayyuka ne mu rabu da wajen mu je inda babu shaytan an fahimta قلت ولا أذان ولا إقامة لشيء من الصلوات سوى الفرائض الخمس باب وتصلى ذا يمتي كن صلى كو إقامة شيء دي صلوا لي بدا بيار لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها زمان منذ الله صلى الله عليه وسلم با أي ما وتصلى كن صلى بس دي وإنه بدا بيار أظهر لا أثر مغرب إشاء أصبح to sai kace sallar juma'a fa da ce ai sallar juma'a ai ta je maimakon azhar ke maimakon azhar ke sallar juma'a bai mata kira sallah ya za a ta shiga nan in aka ce azhar juma'a bata shiga ba babu wani babu babun kenan aka ce babun wani babu kuma babu babin da ke magana kan cewa mata yuqimul muazzinu wa mata yaqumul qawm yaushe me kira ladan zai tada ikama yaushe mutane za su tashi tsaya an fahimta yaushe ladan zai tada ikama yaushe mutane za su tashi tsaya don ladan ya tada ikama babu sallah sai liman ya fito don mutane su tashi tsaya to shine har wannan ma sai an nuna maka ga yanda ake waɗanda suka yi wannan wahala ba kuɗi suke samu ba ba wani jin daɗi suka yi ba duk suka wannan fa daga baya a zo a ce za a wulakanta su ina mutum zai samu nasuwa ba zai taɓa samu nasuwa ba har abada
lokacin da su Imam Malik suke bada fatawa din suna saukaka maka al'amura suna gyara maka al'amura kudi ake ba su wahala suke sha tsoron Allah yasa suke yi shi yasa manzo Allah yake ba su dama yace idan kita hada mujtahidu fa asaba walahu ajrani wa idha aqtaha walahu ajrun wahid ijtihadin shi dai za ba shi lada biyu dacewa da kuma ijtihadin da yake in ijtihadin shi bai dace ba za ba shi ladan ijtihadin da yake amma kuskuren da yake ba za a dauka ya aiki da shi ba kuma ba za a kama shi da laifi saboda me ba kudi ake ba su ba fa ba wani jin dadi suke ba fa suna karfin hali ne da talauci da rashi da yunwa da menene da menene saboda su tabbatar wa mutane wannan shari'a saboda su samu tsira wajen Allah madaukakin sarki to shi yasa duk wanda zai zo ya wulakanta su wallahi ka yi rantsuwa da Allah karkai shakka cewa sai Allah ya wulakanta shi kowa ne قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا اقيمت الصلاه اذا ظرف لما يقول من الزمان اذا اقيمت الصلاه وين مكينا اكا تاد اقامه ان اكا تاد صلاه اذا اقيمت الصلاه شنو اقامه كده فلا تقوموا حتى تروني خرجت فلا تقوموا كركو تاشي مستا يا كنا جرا ميوا زي منتي بير كافي حتى تروني خرجت ان كو غنا فيكم سي كو اي تاشي تيا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن ابي نعيم عن شيبان واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن معاويه بن هشام عن شيبان وعن ابي بكر عن سفيان عن معمر كلهم عن يحيى بن ابي كثير قلت ما لقيتي هذا يدل على جواز تقديم الاقامه على خروج الامام وانا نانونا تشوا زا اي غباتر دا اقامه تا صلاه كافين لمن يفتو saboda an san ga zai fito kenan ثم ينتظر خروجه سانا اجرا شي حتى يفتو قلت وروي عن جابر بن ابن سمرة أن رويته دغ جابر ابن سمرة كان بلال يؤذن إذا ظهر بلال ناكرا صلى إن رانا تك إن لوكتي يشكى ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أما بزي تاد إقامة ما هر سي منذ الله يا فتو وأن ينا رب متعني قدا بيوكي دلا دن دليما لا دن شي دلوكتي يكي ما روان شي دليما يا باشي دلوكتي يكي سيمي إكرا صلى الله amma iqama ba zai tada iqama ba sai illiman ya an fahimta wannan tada iqama tsayar da sallah na hannu wane ne a nuna lokacin sallah ya shiga yana hannuwa tatme tada sallah shine yake hannuwa imam wa an hadha qala ba'du ahli al-ilmi innal mu'adhdhin amlaku bil adhani والامام املك بالاقامه ان فهمت لا دن يافي ايكو كان كيران صلاه ده لوكتي يا شيغا با روشي ده نيمي اذني وجل لي سي كيران صلاه اما تا ده صلاه سي ده صلاه فا ينا هنو ليمن ني سي يافي تو وقد كره قوم من اهل العلم ان ينتظر الناس الامام وهو قيهم قيام wani malamai wasu malamai sun ce bai dace ba mutane su tsaya suna jiran liman kafi har kafi yana fitowa sai su tashi to in kuka tashi kuna tsaye kuna jiran shi kafin ya fito gida ya zo minti biyar minti shida sai ga kun ji haushi ai an fara kaza ai ana ba haka bane ba sara sallah shekara 30 kana musulmanci ran da liman yayi kuskure me bacci yayi wahala ne ya tsaya gyara wani abu ne a gida ba wanda ya san ce fadan liman ba wanda ya san yadda liman ke tafiyar da al'amuransa sai dai zo ya zo sallah
haka ake yi ne amma ran da liman ya kuskure guda daya to ran da ji wannan aba ai mu gaji aba abin ana nuna mana isa abin ada sai da duk su eh saboda me saboda tarbiya ta sha bamba an fahimta abin da yake faruwa shine duk dan coci in za shi coci da ƴaƴansa guda biyu uku hudu biyar ko sun kai goma kowa sai an bashi naira koda ɗaya ɗaya ne ya je yayi me ya je ya saka kowa wani mutum ya san ka ne ɗan babban nan ne mallada ya zo shekaru goma da suka wuce daga ingila ya zo lokacin siyasa ne ya ce ya shekara 40 yana cikin ingila ce mu za su masallaci turawa sai da yaro ce fada give me one pound give me one pound sai ba shi one pound sai ji da ya ji shi ma shi saka an fahimta kullun za je church yaran shi sun kai biyar ne ba koda fitika fitika ne ko nawa ne dai za shi saka yana musu tarbiya ne kan me eh su iya bayarwa wannan yaron har ya girma duk inda yake aiki ko ciki ne ko waje akwai accountin cocin shi albashin shi a cire a aika ana ji kai kofa in yaro ya je su masallacin juma'a ana sallamin juma'a zai zo bakin kofa fi sabilillahi a bani dan annabi a bani dan kaza a bani dan kaza wannan ya bashi shi ka je wurin aboki ai na samu naira biyar na samu naira goma ya koma kuma wancan kofa ya samu in ya ji gida ya ce mama gashi na samu naira 20 ko 50 a bara ka hukun a sa maka susu ko kullun ko wani sati a saka har wata an tarbiyyantar da shi kan me eh eh bara da mas'ala ce haka tarbiyyar take tafiya haka tarbiyyar take shekaru shida ko goma da lokacin farkon fitinan da aka fara a Kano ana tafiya muna kai gadon kaya lokacin bai wannan gada ba ina sai na ga wani yaro da haka nace kai wannan yaro Fulani ne dan dai rayuwa ta lalace Fulani ba sa bara yaro Fulani ba sa har da nace kaga wannan yaro Fulani ne wancan ma Fulani ne sun zo suna bara dan Allah me fito da su shikenan tun daga inda abu ya rikice ke tun daga inda abu ya rikice ke mun kasa yin wani abin da za mu yi maka kowa yana jin zafin ya taimaka ma addininsa kada ka taba samani cewa wai ka tsira kenan wallahi tun mota da naira 2000 za ka saya sai ta zo miliyan 100 kuma zo da shi ka saya kana jin daɗin wannan saboda shaidan duk abin da za ka yi ba shi da rabo kai ke da za ka sai na wajen Allah wallahi shi ya sa ma kiwo ya sai ya karya ma gwiwa a shaitano ya idu kumul fakra wa ya murukum amma duk abin da za ka yi shi ke da rabo kai za ka yi kasara sai karfafa ma gwiwa ya san an bi shi da aka ce masallaci ko makaranta ce ko menene da menene to ba komai na Allah ba yawa ba kadan ga 2500 ko 10,000 ba haka bane ba to amma an aka yi taro aka kira shi aka ba shi shine chief lancha in ya tashi sai ce ya ba da 10,000 ya ba da nawa saboda me wancan an je an same shi ne tsakanin shi da Allah wannan kuwa za a saji shi za a san shi an fahimta to abinda shaidan yake yi kenan a cikin rayuwa duk abinda za ka yi ba shi da rabo wallahi zai wahala duk abinda za ka yi za shi ke da rabo kai kai kasara sai karfafa ma gwiwa ba ka karfin gwiwa duk ce ka tana da karfi barka je kai ba ka komai a shi yasa babu inda Allah ya taba hada gaba inna shaytana lakum fattakhidhuhu ina ma na fattakhidhuhu aduwa an fahimta qala ibrahim wa nakha ikanu yakrawuna an yantazuru al-imam qiyaman walakin qu'udan wa yaquluna dhalika as-sumud was-sumud wal-ghafla
والذهاب عن الشيء قال الله وأنتم سامدون أي لا هون ساهون وقال قوم إذا كان الإمام في المسجد وإن سمع لما يسكتي إلي من ناتك مسلاتي متلي من يازو أنت هذا إكامة سيلي من يتنا أشبه الولابة هو أشبه ونعب كذا هو يتنا تيوى أي أكون وتايا منتا يفلو هي يا أكون نكيتا بري شغا يكشي كرا سامقرنا ما زي كوما با وأقيمت الصلاة يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقول ابن المبارك يتي إلي من نعم سلاتي زعتاش وانا مذهبين هنابلة مدوك مهدتش يسن القيام عند قد من إقامتها وانا تعالى إقامة سنة ديسي أنت قد قامت الصلاة سيكتاش واسو إلى مالك متى يقوم الناس هنا تقام الصلاة aka tambaye Imam Malik yaushe mutane za su tashi su tsaya in ana ta da ikama qala lam asma' fihi bi haddin yuqamu lahu yace ba ni da wani ban ji wani abu ba a cikin magabata na ga lokacin da zai ga lokacin da zai to ya zai Imam Malik yace walakin ara zalika ala qadri taqatin nas yace ina ganin wannan gurgurdan iko mutane ne wani yana da nauyi wani yana da sassautin jiki da yizi ya tashi fa inna minhum al khafifa was saqi وقيل يقومون عند قوله حي على الصلاه انا بلا سوسيتي تسن القيام عند قد من اقامتها وسوسكتي زاء تاشي ان كنتي حي على الصلاه فاذا قال قد قامت الصلاه كبر الامام روي عن سويد بن غفلة انه كان اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه كبر فسئل عن صلاته وقال كذا كان صلاته وكانت صلاه عمر وروي عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. يجي أروي عن أبو هريرة متى أنا كان إقامة قواسي يسيا شيء سمشي كافم منظر الله صلى الله عليه وسلم يتاشي. قلت معنى هذا والله أعلم أن الإمام إذا خرج يقيم المؤذن أي لا دم بزيت هذا إقامة بس يا غالي ما يكوين أزوا والناس يأخذون مصافهم إلى أن ينتهي الإمام إلى مصلاه متاني إذا استعجل سيسه أفل لما يكارس فأما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة أما إن أكت هذا إقامة لمن يتناقى وانا أبو كذا هو بيأل ولا با هو ينادى جنبا تردشي هو منيني دمينيني زي بتاء يجي كنسا يداو تيازاسي فانتظروه قياما إلى أن يؤدى فحسن bayan an tsaya Allahu akbar sai limai tuna kaza 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 wannan liman liman manzo Allah ke amma nan limamin kowa ba ai ba limami ne na unguwa ko na masallacin ku sha tura wani yayin sallah limaru ya nabi hurairu qala uqimati ssalatu an ta da ikama fa qumna fa addalla sufufa qabla an yakhruja ilayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka daidaita sahu kafin manzo Allah ya fito fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر أنزل الله يسعي زي كبرة كافية كبرة ذكر أنه جنوب فانصرف سيما أنزل الله يجي يجي كده يشير وقال لنا مكانكم يجي بجرة 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 نسمى الشين اللي ما بحق من إيه يا ما إنن كون اللي ما أقول نائب الشيء بتشي أقوى أقوى yasa ake so bayan liman masu ilimi masu kaza 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 falam nazal qiyaman nantazuru hatta kharaja ilaina muna sai ce manzo Allah ya fito ya saki dawowa wa qad tasala yantifu ra'suhu ma'an fa kabbara wa salla yayi wanka ruwa na diga akan sa qultu hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wa fi lokaci yayi وفيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام. إتي أنا نونا شيء وزائية قد زائية تاري إقامة كافين لمن يكفو. وأن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة الطهارة عذر جائز. وإن أكا شيء إن أكا شو أكا تاري إقامة هو أكا يكير صلى كرم تي افتلك ما صلى شيء إتي إن باب ضرورة إن دوت ضرورة يا حلت. فأما من غير من أما من غير عذر ويكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم لماذا
قال لما روي عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر وانا متن عين كده صلى الله عليه وسلم سيكم يفتم صلى فقال أبو هريرة أما هذا فقد أساء أبا القاسم أما وانا يصاب أما أن منظر الله صلى الله عليه وسلم وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة aka tambayi imam malik to ladan zai ma shugaba sallama ko wane ne ko sarki ko mai ko kira shi zuwa salla kana lam yablughuni anna taslima kana fi zaman al-awwal yace ban taba jin haka ba kana shafi'u wa akrahu al-adhana bi salati lil walad ni shafi'i ce na makruhi ne shi wajen shi baya so a ce a kila shugabanni kai su kadai don su fito a sai dai a yi shi da sauran lokaci eh suran bi goma babu man la yusri'u ba'da al-iqama babin da yazo na in aka tada ikama zaka je masallaci ba sai kai gudu ba ba sai kai sassarfa ba sai ka je annatsi fa ma adraktum fa sallu قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأحمد ابن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن محمد بن مغفل ابن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون إن أكتاد إكاما كذا كدشي كذا كزوم صلاة يكون عبد ولكن أتوها كزو تمشون كنا تفيا النسي وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أبين ده منظور الله يفتح فما أدركتم فصلوا أبين ده كوكا رسكا فصلاتي وما فاتكم أبين ده يوتيمكو فأتموا رواية أتموا أتموا سنة ديوة شاك سامو رواية تيكو بي كرايا تيكو فقدوا يوشي مسألة تتاشي كم فأتموا تيكو فقدوا الاتمام شكاوى القضاء راماوى اينهن كلمه منك وشكا صلوا انا قمع شيكا شكا صلوا فقدوا كراما اكا حكا لوكا شنكا لوكا سامو الإيمان شيني صلوكا نمي شيني فاركو صلوكا كو قرشن صلوكا لما يأي ركا عبيوكا لوكا ساميش وانا ركا عبيو لذاكو فاركو صلوكا كينو كو قرشن صلوكا akan riwayan fa'atimu akan riwayan faqdu ya an tashi sai kai me to shi yasa mana ku sai sa maliki ya tashi da magarwa ya samu raka'a ya tashi bismillah alhamdulillah rabbil alamin tani na zama suna ina karatu bayyane saboda malamai sun aka ce ai atimu din shine yafi dacewa saboda alqaza wannan kalmar ta zo cikin shari'ar musulunci so daiwa ana nufin timawa fa idza qadaytum manasikakum fa idza atmamtum manasikakum ko hadha hadith muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammad ibn abi al-yaman an shu'aib an az-zuhri an abi salama wa akhrajahu muslim an abi bakr ibn abi shayba wa ghayrihi an sufyana an az-zuhri an sa'id قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي yaji manzo Allah Abu Hurairah yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza suwiba bis salati
din aka tada iqama fala ta'tuha wa antum tas'una kada ku zo masallan ko masallaci ko wajen sallar halin kasancewa kuna gudu as-sa'i kenan ko wa atuha wa alaikumus sakina ku zo annisai fama adrakum abinda kuka riski tare da liman wa sallu ku sallaci wannan wa ma fatakum fa atimmu fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'midu ila salah ai lokacin da ka kama hanya zaka masallacin nan cikin sallah kake to don me zaka yi ta gudu kuma a cikin sallah hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an kutayba wa ibn hujurin wa ghayrihima an isma'il ibn ja'farin an al-ala'i an abihi wa qawluhu idha suwiba bis salati wannan da yace wa idha suwiba arada al-iqama wa kullu da'in musawwib wanda ya kira yana taswib kenan kullu al-muradu min as-sa'i al-madhkuru fi al-hadith al-isra' abinda ke ni fala tas'au kada ku tarkaggawa kuna sassarfa kuna wa ma qawluhu subhanahu wa ta'ala fi al-jum'a fas'au ila dhikrillah wal-muradu minhu al-fi'l fas'au ila dhikrillah ma'ana ku je wajen aikin ake so ku yi ba a maganan gaggawa ne ko rashin gaggawa aikin ake روي عن مالك سأل ابن شهاب عن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها فمضوا إلى ذكر الله وتفي وجن أمبت الله قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل أين كجا أنشي السعي أتي لتافع الله أنا نفيد أي ba gudu ba la sa'a ala al aqdami yaqulu subhanahu wa ta'ala wa idha tawalla sa'a fil ard yayi gudu kenan al baqara inna sa'yakum la shatta gudu kenan eh wa sa'yu kad yakunu mashyan ka qawlihi fas'au ila dhikrillahi utafi utafiya wa kad yakunu aduwan qawli tabaraka wa ta'ala wa jaa rajulun min aqsa almadinati yas'a yana mai kenan a ba tafiya ba gudu yana sauri ay yashtadu wa ya'du dirahu wa yakunu amalan ka qawlihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay ma amila alaysa kadhalik ay amila wa yakunu tasarrufan قوله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي وين مكينن اي ادرك التصرف في الامور ان فهمت واختلف اهل العلم في من يخاف فوت التكبيره الاولى سي malamai suka kare juna ilimi to wanda yake gudun kada ya tafiya a hankali kafin ya je bai samu takbiratul ihram ba mana liman yayi kabbara yayi kabbara har yayi fatiha ya shiga sura minhum man qala yusriku ko suka ce yana son haka in yana gudun kariya yaje kafin yaje an takbiratul ihram ta wuce shi zai gaggawa hatta qala ba'dhum yuharrilu har suka ce zai sassarfa ruya ibn umara annahu sami'a iqamata huwa bil baqi'i an rawaitu cewa abdullahi dan umar yaji an tare ikama yana baqi'il barqad fa asra al mashya ila al masjid sai fa asra al mashya sai me ya gaggawa ko ya gudu وقال ابراهيم رايت الاسود ابن يزيد يهرول الى المسجد ومنهم من كره الاسراء واختار ان يمشي على وقار اجي malamai wanda yace kada ai gaggawa ba gudu ba har sauri ma kada ai ka tafi ana sai wabi qala ahmad wa ishaq li hadith abi huraira wa ruwiya abi an ishaq la bas ay isra in khafa fawt at takbirat al ula ara fahimta ko ana gaggawa qawluhu wa ma fatakum fa atimmu yo an shigo cikin magana ki wa ma fatakum fa atimmu ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu hakaza rawu zubaydi wa ibn abi dhi'ib wa ibrahim ibn sa'd wa shu'aib ibn abi hamza an az-zuhri kama rawahu ma'mar wa kadha rawahu al-a'raj
عن أبي هريرة وكذا رواه ابن مسعود وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتم. هل فهمت؟ وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقد. هذا سبب رواية يا رواية من رواية يا. هل فهمت؟ وفيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاة. هل فهمت؟ سأما يميت. وإن كان آخر صلاة الإمام كودة كودة سوى الإمام شكر شن صلى سكينا كيدا كذب فرق صلى كينا لأن الإتمام يقو على باقي شيء تقدم أوله. سأقول أنك تشكا 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 أبند فرق شاوش وهو مذهب علي وأبي الدرداء وبه قال سيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء وإليه ذهب الزهري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر أن الذي أدرك آخر صلاته سكتي أبن كريستين كرشن صلى ككينا تو إنك تاش إنك كرشن صلى ككينا تو إنك تاش ذاك كوفاتي هذا سورة بيانة ركع دون إشارة دون مغربة أليس كذلك؟ وما يقضيه بعده أولها. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي في هذا الحديث وما فاتكم فقدوا وأكثر الرواة على ما قلنا فأتم. ومن روى فقدوا فقد كان القضاء بمعنى الأداء والإتمام. وندي رويت فقدوا شيما بعد تبس بني حنش يتي قضائمه saboda al qada'u yazo cikin shari'a bi ma'ana al itimam fa idha qadaytum fa idha qudiyat as salatu fantashiru ina ma'ana qudiyat as salatu wa ka qawlihi fa idha qadaytum manasikakum wa bi kana wa laysa al murad minhu qada'u shay'in fa'iti fa kadhalika al murad min qawlihi faqdu ay adduhu fi tamamin. Yanzu an fahimci cewa yara din nan tarbiyyar su ake yi ko? Muhammad Haji na yi fi sabilillah gashi na samu naira 5 naira 10. To kawo bar a kawo gwangwani a saka ma asusu sati mai zuwa kasa sai wata zaka kakka bude shi sai wata ana tabbatar da shi kan me kenan da ruwa da ruku da bara da ruwa da ruku da bara to sai ya tashi da haka da kuma yazo yana baraka ci yayi laifi ba haka aka tarbiyyantar da shi ba haka aka tarbiyyantar da shi ba هكا أكي مسكو اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.